أمرك يا فندم. الموقف تحت السيطرة التامة. قريب قوي هتسمع أخبار كويسة يا فندم. يا فندم ده فرقعات جرايد، وسيادتك عارف جرايد المعارضة. طبعا طبعا. مع السلامة يا فندم. صورتك منورة الجرايد يا نجدة. شفتها يا فندم، بس وحيات أولادي اديتهم صورة كبيرة لسعادتك، ما نزلوهاش الجبنة. لحسن حظك إنها ما نزلتش مع الكلام البايخ اللي سعادتك صرحت بيه. فبركة يا فندم، فبركة. حضرتك عارف جرايد المعارضة هو يعني علشان شوية عيال بايظة بتشرب مخدرات في جامعة يلبسوها فينا إحنا. وبعدين موضوع الطوابع ده مش جديد ولا حاجة، ده معروف في العالم كله. يا سيادة اللواء، بدل ما تبرر الكلام شوف شغلك. وبعدين يعني هو انا ملاحق على اللي ورايا عشان اسيب شغلي وانزل احل لك مشكله جامعه الصفوه دي؟ يا ريت يا فندم، عشان نشوف سعادتك كتير. بدل ما تشوفني يا ريت تشوف شغلك. بقالك شهور ومش عارف تحل المشكله دي. اقتحمت الجامعه 3 مرات ما وصلتش لحاجه، ما نبنى بس غير وجع الدماغ من ابهات العيال دول. الموضوع ده لو ما خلصش يا نجدت مش هيبقى في صالحك، وانت فاهم كده طبعا. فاهم يا فندم فاهم، وده اللي خلاني اجل ساعتك دلوقتي. انا يا فندم عندي خطه ما تخرش الميه. ايه الخطه يا نجده؟ تقول وخلصني. حاضر يا فندم حاضر. احنا هنجيب ضابط متخرج من دفعه جديده ونزرعه في الجامعه وسط العيال المشتبه فيهم عشان نعرف السكه اللي بيجيبوا منها المخدرات، ونمسكهم وهم متلبسين عشان القضيه ما تطلعش بايظه والدنيا كلها تعرف ان انا قصدي ان سعادتك انهيت المهزله دي. برافو يا نجده برافو. كنت مخبي الاقتراح الهايل ده فين؟ انا كنت شغال عليه في صمت. بساعاتك برضه اللي علمتنا كده يا فندم. بس عشان ننفذ الخطه دي محتاجين ضابط محنك عنيف، ضابط حديث التخرج. بالظبط يا فندم، هو ده اللي رعيته وانا بختاره. طب فين الضابط ده؟ ها؟ هو موجود يا فندم موجود. بكره الصبح يكون في مكتبي. دلوقتي انا هتصل بالوزاره ابلغهم الخطه عشان يهدوا شويه. ما نستنى شويه يا فندم عشان السريه. توريطه. الو؟ اديني الوزاره بسرعه. طب اسمعي النكته دي. واحده متهمه عندي في الاداب، ابنها بيقول لها ماما ماما انا بحبك قوي يا ماما، قالت له خلينا اصحاب احسن. تقلي معاك هنا حيوان انت. اسف يا بيه، انا لقيت حضرتك اتاخرت، قلت انا اعمل شويه تليفونات مهمه. شويه تليفونات من تليفون الشغل؟ فاهم نفسك انك في بيتكو. حاجه غريبه. ايه يا جماعه؟ يلا جهزوا بسرعه وتعالوا لي، مفيش وقت. حازم امشي دلوقتي من وشي، لحسن انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي ومش طايق اشوفك. انت هتقرفني في البيت وهنا كمان؟ انت ايه اللي جابك اساسا؟ مش حضرتك اللي قلت لي تعالى ورايا على الاداره يا بيه؟ قلت لك 100 مره ابي دي هناك عند اختك فوزيه في البيت، هنا على سياده اللواء، فاهم؟ يا ابي قلت لحضرتك 100 مره انقلني عندك في المخدرات واستفيد من حماسي. حماس ايه ونيله ايه؟ استنى لما اشوفك هتعمل ايه في قضيه سينما السيارات. يا اخي ما تقبضش على واحده وهي بترضع ابنها. ما هو يا حبيبي يعرضوا افلام. استنى بره يا حازم، استنى بره يا حازم. افلام؟ استنى بره. اسف يا باشا. ايه يا جماعه عملتوا ايه؟ تمام يا فندم، حضرنا صور ضباط دفعه 2001 زي ما حضرتك امرت، وفاضل ان سعادتك تختار الراجل المناسب للمهمه. كويس، فرجونا الصور بقى بسرعه. ساتر يا رب. ايه يا جماعه ده؟ في ايه؟ احنا عاوزين ضابط نزرعه وسط طلب الجامعه، مش وسط مجرمين في سجن. ايه ده؟ ماشي. دي دفعه 2001؟ دي دفعه عرابي اللي انتوا جايبينهم. دول جايبينهم منين دول؟ ماشي. ده بالذات لا خالص، تشيلوه. ده مش بس هيبوظ لنا المهمه، ده هيموتنا احنا شخصيا ويخوف الطلبه في الجامعه. الولد ده شكله وسيم، ايه رايكم؟ مظبوط يا فندم. صورته بتنطق. اسمه ايه الولد ده؟ ده بسيوني، عبد السلام البسيوني يا فندم. ابن اللواء عبد السلام بسيوني يا باشا. ايوه. ده اللي كان عامل قلق في الداخليه ايام خدمته حضرتك. عارفه. اكيد الولد ده واخد قلب ابوك جامد. هو ده. تعالى يا حازم. امرك سعاده الباشا. قول لي يا حازم، انت
لسه فاكر زمايلك بتوع الدفعة؟ إلا فاكرهم يا فندم، ممكن أوصفهم لك واحد واحد يا فندم. لا مش أوصاف، مش للدرجات دي، أنا بسألك عن مجرمين، أنا بسألك عن دفعتك. في واحد فيهم اسمه بسيوني، عبد السلام بسيوني. بسيوني بسيوني يا باشا، ده عشرة عمري، ده توأم روحي يا فندم. والله ده عشرة الكلية وفصيلة دم واحدة، ده احنا عشنا مع بعض أكتر ما عشت مع حضرتك وفوزية أختي سعد. يا أخ وطي صوتك شوية. تحت أمرك يا باشا، بس لو في حاجة الواد عملها قول لي يا باشا وأنا أدبه وده دفعته وأعرف أتصرف معاه كويس يا فندم. مفيش حاجة، أنا بجمع بس شوية معلومات عنه. ناحية المعلومات يا باشا، أنت جيت لقناة المعلومات كلها. الواد بصراحة فندم بسيوني بسيوني ده بالذات أخلاق وذكاء وابن ناس ومتربي كويس أوي فندم. برافو. بس ليه يا باشا سعادتك يعني بتجمع عنه في حقيقة؟ حازم هو مترشح يتنقل عندنا هنا في المخدرات. ده واطي يا فندم. نعم واطي. مين ده؟ الواد ده بالذات اوطى واحد في الدفعه، تصدق؟ لا يا فندم سعادتك بسيوني واخلاقه مش كويسه. الله. ولعلمك يا فندم، ولا انا يا فندم ما احبش اتكلم على حد وحش. انت هتقول لي سعادتك يعني ايه؟ طب وفصيله الدم؟ دم ايه يا باشا، ده ما عندوش دم اصلا بسيوني. يا فندم انا قطعت الدفعه كلها بسببه سعادتك. اهلا اهلا اهلا، هو فين اشوفه؟ سياده اللواء عبد السلام باشا شخصيا جاي يزورني. ايه يا ماما؟ حبيبي اول مره زورني. ربنا يبارك ويبارك لي فيك. اهلا يا حبيبي، انا جايب لك مفاجاه كبيره قوي، جايب لك معايا السيد مساعد وزير الداخليه شخصيا ومعاه بنته جولنار هانم. بس ايه يا بسوني؟ صاروخ يا ابني، صاروخ. يلا يا ابني تاني يا بابا. يا بابا قلت لك قبل كده انا ما ينفعش اتجوز واحده ما شفتهاش قبل كده. اسمع يا ولد، دي فرصتك الوحيده عشان تتنقل من الوحله دي. وبعدين يا اخي تعالى سلم على عروستك، كفايه انهم جايين لك لحد عندك. يا فندم ابني الملازم اول بسيوني ليه الشرف انه يجي يسلم على حضرتك. تمام يا فندم. هذا الشيب له من ذاك الاسد. اهلا يا وحش. اهلا بسيوني. يا باشا يا ابني روح شوف عروستك. يلا صباح الخير يا بسيوني. صباح الخير، سلام وخورا من ربنا رحيم. ايه انت شفت عبيد؟ ايه اللي بيحصل ده يا عبد السلام؟ دول اكيد بيلعبوا مع بعض يا فندم. اديني فرصه بس يا بسيوني. استنى 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 البنت اتنرمطت. ابنك عمل في البنت ايه يا عبد السلام؟ مش عارف يا فندم، اكيد في سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ انا من دلوقتي هتبقى في سوء معامله بعد كده. اشرح لك بس يا فندم، يمكن في اسباب نفسيه. نفسيه ايه؟ بلا نفسيه بلا كلام فارغ. يلا يا بنت قدامي. يلا يا بابا والنبي اديله فرصه ثانيه. بلا فرصه بلا كلام فارغ. يلا اركب العربيه بلا شيل التاني. والنبي يا بابا ده جميل وشبه قاضي الستار يا بابا. يلا يا بنت يلا انكري قدامي. انت اكيد مش وعيك. ايه اللي انت عملته ده يا ابني؟ ده مساعد وزير الداخليه، عارف يعني ايه؟ والله لو الراجل جاي لوحده كنت شلته على راسي، لكن جايب لي ولاده كلهم اتجوزهم. يا ابني ده دفعتي وانا عارفه كويس، ده راجل عنيف جدا ومش هيسمح لاي حد يكسر قلب بنته. طب بابا انا راضي ذمتك، دي فيها ايه الكسر؟ دي كلها سفنج. انت حر بقى، بس تعمل كل اللي يجري لك. بابا ده ممكن ينقلك غلايب شلاتين ولا حتى السلوم. ليه يعني يا بابا؟ هو جوازي من الجورنان دي يعني مهمه كوميه؟ بعدين انت قلت لي صاروخ ودي طلعت قاعده صواريخ. الله، ده بقى يا فندم الرجل المناسب في المكان المناسب، تاريخ مشرف من العمليات الناجحه، اقوى شخصيه في دفعته. بيخدم فين الولد ده؟ في الارياف يا فندم. لما هو كفاءه جامد كده مش كنا احنا اولى بيه؟ ده من حسن حظنا يا فندم انه بيخدم في منطقه مقطوعه، عشان لما نزرعه في وسط العيال دي وشه ما يبقاش معروف خالص. انت شفت الولد ده؟ ها؟ ويا ريتني ما شفته يا فندم. بصراحة أنا أول ما بصيت في وشه خفت. جسمي أشعر لدرجة إن أنا فكرت أغيره ليكون أكبر من المهمة. بالعكس، واد زي ده هو المطلوب بالظبط. أنت شوقتني أشوفه. يومين اتنين يا فندم وإجراءات نقله تتم خالص. أنت لسه بتحبني؟ أفضل أحبك طول العمر. أحبك. أوباش. مسك ايديها. نكبس عليهم بقى ونعم يا فندم والنبي. اصبر يا زفت، خليهم يسخنوا على بعض شويه، جينا نتفرج. انا مش عارف الحياه من غيرك كنت هقضيها ازاي.
ما تخلص يا عم الرومانسي، ما تتعبناش، احنا في صحراء مش في جنينة الاسماك. حنين علي طول عمرك. لا مؤاخذة يا باشا، قبش كده سخن قوي، نهجم عليهم بقى يا باشا. يا ابني مفيش تلبس كده، كبيرهم محضر راغي في الطريق العام. انا يوم ما عرفتك الدنيا حلوه. انت فين يا استاذ حازم؟ هل تسمعني؟ حاول حاول الاتصال في وقت اخر. حاول. انا نجدت يا حيوان. ايوه يا ابيه، ده الجهاز بيترعش من الفرحه. حازم، تعرف الواد دفعتك اللي اسمه بسيوني عبد السلام بسيوني اللي بيغدر في الارياف ده؟ طبعا يا باشا. عاوزك تجيبهولي من تحت قطيع الارض، ما تدخلش مكتبي الا وهو في ايدك، تجيبهولي حيا او ميتا. علم يا سعاده الباشا. يلا يلا. طب والتلبس ده يا باشا؟ يا ابني سيبك منهم، دول عاملين لي فيها تامر وشرين. ترى يلا بابا. ما اتاخرتوا ليه يا اولاد؟ عشان روح يا حبيبي. انا مالي يا بابا، اذا كانت انهارت ولا دخلت مستشفى ولا انتحرت حتى، ما تنتحر في 60 داهيه. ايه عمليه تجميل؟ بابا هات لي جراح في مصر ممكن يجازف اللي يشتغل فيها. هيشفط ايه ولا ايه؟ احنا لحقنا، ابوها ينتقم، وبعدين ينتقم بقى، احنا ما بيهمناش حاجه يا بابا. ثانيه واحده يا بابا، ودني بابا اقفل عشان شكله فعلا هينتقم. بقول لك ايه، حازم بسيوني بسيوني، الله يحرق سنينك. انت فين يا ابني؟ فاكر يلا لما كنت بغششك في الامتحانات؟ وكنت بصحى. والله وحشتني يا بسيوني. والله وانت كمان. طب فاكر يلا لما كنا بنفك لك السرج من تحت الحصان وانت بتنط الحواجز؟ رقبتي كانت هتتكسر، بس مش فاكر يا باشا. برضه مش فاكر، انت هتصعبط عليا. بنسى الحاجات ده. والله وحشني. وانت كمان يا بسيوني. قول لي حازم بالحق، انت ايه يعني، ايه اللي فكرك بيا؟ والله يا باشا انا جاي اقبض على حضرتك. يا سيدي على الهزار واللطافه. جاي اقبض عليك يا بسيوني. جاي تقبض عليا انا؟ بجد يا بسيوني. لا والنبي. اديني بقى ايدك الشمال. ومين اللي جاب لك الكلبشات دي؟ دي جايبينها لي هديه في عيد ميلادي. الف لا باس. يا حازم بلاش هزارك الغبي ده وفكني. افكك ايه يا باشا، ده انت شكلك عامل مصيبه. ولا مصيبه ولا حاجه، كل اللي حصل انا احكي لك ان انا رفضت اتجوز جورنان، عايزين ينقلوا لي حلايب وهتمرمط. يا باشا لا فيها جورنان ولا حلايب، ده موضوع اكبر من اللي انت بتقوله. قال لي هتقوله حيا او ميتا. يا عم ولا اكبر ولا حاجه، انت عارف الموضوع ده حله ايه؟ دبله وبوكي ورد. فكني بقى يا حازم. ورد ايه يا ابني، انت اطلع قدامي. اتفضل. يا فقر. ادي وحشني. ادي وحشني يا مزوني. لا لا تقول. ابعد لك عيش وحلاوه كل يوم، يا فقر. كل يوم ابعد لك عيش وحلاوه. يحيى العز، يحيى العز. تمام يا فندم، قبضنا على الضابط بسيوني. الله يخرب بيتك، انت ايه اللي هببته ده؟ انت في ايه في دماغك؟ ربط الكرفس ليه بس يا ابي؟ سعادتك قلت لي عايزه حيا او ميتا، انا جايبه لك يا فندم اهو بدون اي نقطه دم واحده. سعادتك طابور من قدامي وحسابي معاك بعد. امشي. شفت يا عم اهو زعل، يا ريتني ما وقفتك تجيب ورد. اسف يا باشا، افتح الاساور بتاعت الباشا يا فندم. اطلع بره يا حازم. معلش احنا اسفين على الموقف الباير ده. لا يا فندم مفيش حاجه، احنا خلاص هنبقى اهل. جورنان اخبارها يا فندم؟ انت هتبتدي على مدى؟ ما خلاص قلنا احنا اسفين، عاوزك بقى تصحصح معايا، تشد حيلك. انا هشد حيلي واصلح غلطتي تماما يا فندم، يعني بس كان ليا رجاء عند حضرتك، بلاش حلايب، انا اساسا تعبان في الارياف. انت باين عليك متعب ولبط، ايه اللي انت شايله؟ دي حاجه بسيطه يا فندم، ان شاء الله الف سلامه على بنت سياده مساعد الوزير. هي عيانة؟ وحضرتك ما تعرفش؟ عندها ايه؟ سرع يا فندم. ايه؟ سرع يا فندم، سرع. ألف سلامة للهارم الصغير يا فندم، ربنا يشفيها لسعتك. مش ده؟ مش ده؟ ورد ايه وهاني مين؟ ايه التهريج ده يا نجدة؟ ده حاجة بسيطة يا فندم، ده أنا الود ودي كنت اشتريت جنينة بحالها لبنت سعادتك. مالها بنتي؟ هي مش عيانة يا فندم. مين اللي قال لك كلام الفارغ ده؟ الضابط بسيوني يا فندم. والله ما اعرف يا باشا انك مخلف اساسا. هو لعب عليك يا نجدت، باين عليه لبط فعلا زي ما بيحكوا عنه. شايف سعادتك؟ شايف نظرة الشر اللي في عينيه؟ صقر يا فندم، صقر. خلاص خلاص، انا متفائل بيه والوزارة كلها متحمسة له، بيقولوا ان ده هو الشخص المناسب. انا عايز نتائج مبهرة، التزموا السرية التامة. ها جاهزين؟ تمام يا فندم، على بركة الله.
مجد باشا الحقني يا فندم. خير في ايه؟ ده ملف الضابط باسيوني من كليه الشرطه وتقارير خدمته. كويس، ايه المشكله؟ كل التقارير يا فندم بتقول ان الاول على دفعته 3 سنين وكان مساعد كليه في السنه الرابعه. إيه؟ ده غير الاخلاق والادب والمثاليه اللي هو فيها، ده كده طلع ورور يا فندم. يا نهار اسود، ورور. وريني باسيوني.